متابعينا الأعزاء، نأمل منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. ذكرت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أبلغ زملائه في الفريق برغبته في العودة إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأوضحت صحيفة أس الإسبانية أن رونالدو يشعر بتعرضه للخيانة من جانب رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز بسبب عدم تنفيذ وعوده له بتحسين عقده. وبحسب الصحيفة الرياضية فإن الدون يعتبر ملعب أولترافورد المكان المناسب لمواصلة مسيرته الكروية، حيث سبق أن احترف في صفوفه 6 مواسم قبل الانتقال لريال مدريد في صيف 2009. وأضاف التقرير أن فلورنتينو وعد رونالدو بتحسين عقده بعد تسجيله ثنائية في نهائي دور الأبطال خلال الموسم الماضي، لكن رئيس الريال لم يحقق وعوده. ورغم أن الدون فاز 5 مرات بالكرة الذهبية وهو نفس عدد الجوائز التي حصل عليها الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه بعيد عن قائمة اللاعبين 3 الأعلى دخلا في العالم، وهو ما جعله يطالب بتحسين عقده. أعرب المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي عن سعادته بالانتصار الصعب الذي حققه الفريق خارج قواعده على حساب ريال سوسيداد 4 أهداف مقابل 2، لا سيما وأنه تحقق أمام فريق كانت له الكلمة العليا على ملعبه أمام فريقه خلال السنوات الأخيرة. وقال فالفيردي: المباراة بها دروس كثيرة، لكن الأفضلية كانت للمنافس خلال جزء كبير من الشوط الأول، كما أنهم سجلوا هدفا خلال هجمتهم الأولى، بينما شدد على أهمية الهدف الذي سجله باولينيو قبل نهاية الشوط الأول في تحقيق الانتفاضة بالشوط الثاني. كما أوضح أنه فضل عدم الدفع بالقائد أندريس إنيستا بسبب ثقل أرضية الملعب بداعي الأمطار الغزيرة، ولهذا فكر في أن البرتغالي أندري غوميز سيساعد في إيقاف جبهة بيرييتو، كاناليس وأودريزولا، وحذر من إمكانية فقدان نقاط على أي ملعب، إلا أنه أبدى سعادته أيضا بالفوز على ملعب صعب مثل الأنويتا وإنهاء عقدة عدم الفوز عليه في الليغا منذ سنوات. هاجم الإيطالي فينشينزو مونتيلا المدير الفني لفريق إشبيليا الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، معتبرا أنه لا يعرف شيئا عن تدريب كرة القدم. وقال مونتيلا في تصريحات لشبكة فوكس سبورتس ردا على تصريحات مارادونا: أنا أكن الكثير من الاحترام لمارادونا كلاعب كرة قدم، لقد كان من علامات طفولتي في نابولي، واستدرك من حق كل شخص أن يقول ما يريده، ولكن إن لم يكن في إطار الهجوم الشخصي، لأنني لا أعتقد أنه يعلم كيف أدرب الآن ولا كيف كان هو يدرب في الماضي. وانتقد مارادونا في تصريحات سابقة تعاقد إشبيليا مع المدرب الإيطالي مونتيلا المدير الفني السابق لفريق ميلان بدلا من الأرجنتيني المقال إدواردو بيريزو، خاصة بعد الطريقة المهينة التي خرج بها من الروسونيري، معتبرا أنه كان هناك آلاف المدربين الآخرين حول العالم. أغلق نادي ميلان الإيطالي الباب في وجه ليفربول الإيطالي بشأن التعاقد مع لاعبه الإسباني خيسوس فرنانديز سوسو. وأعلن ميلان أن نجمه الإسباني البالغ من العمر 24 عاما ليس للبيع، بعدما طلبه ناديه السابق ليفربول لتعويض راحيل البرازيلي فيليب كوتينيو المنتقل إلى برشلونة مقابل 160 مليون يورو. وكان سوسو بدأ مسيرته الاحترافية مع ليفربول في 2012 قبل أن ينتقل إلى ألميريا على سبيل الإعارة، ومنه إلى ميلان حيث يتألق رغم تراجع أداء الفريق بشكل عام. أعلن نادي العين رسميا ضم نجم منتخب الإمارات أحمد خليل إلى صفوف الفريق قادما من نادي الجزيرة. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة للاعب مرتديا القميص رقم 20. ووافقت لجنة أوضاع انتقالات اللاعبين في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على قيد أحمد خليل في كشوفات فريق العين خلال اجتماعها الأخير في صفقة انتقال حر. انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.